السلام عليكم سادتي الكرام ورحمة الله وبركاته، نطل عليكم بحلقة جديدة من برنامج كربلاء محط الرحال. اليوم معنا ضيفة من لبنان، أم حسين، راح نتعرف عليها وعلى كل هذه الأجواء الخاصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا وأم حسين تكلف عناء السفر وجت من لبنان لزيارة مراقد الإمام الحسين عليه السلام وأخيها بفضل العباس عليه السلام. أجواء روحانية وتحتاج الكثير من الوقفات الخاصة حتى نعرف تفاصيل هذه الزيارة وكل المشاق الخاصة بعناء السفر والتحضير لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وأكيد راح نطرق على مفاصل أخرى بهذه الحلقة. نعم سادة المشاهدين، نرحب بضيفتنا أم حسين، حياك الله يا أم حسين. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أنت موجودة بكربلاء المقدسة، وزيارة الإمام الحسين عليه السلام هو عشق على كل شخص موالي للقضية الحسينية، لكن يوم أنت متواجدة بكربلاء، شنو شعوركم عندما وصلتوا لهذه الحضرة المقدسة، وصلتوا على أعتاب هذه القامة العالية للإمام الحسين عليه السلام؟ طبعا هذا حلم، زيارة الإمام الحسين عليه السلام كان بالنسبة لي حلم. يعني كان لي سنين أنا بعد ما تشرفت بالزيارة ما توفقت، والله سبحانه وتعالى من علي بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هون نحن كنا بنسمع عزاء ونقرأ سيرة الإمام الحسين عليه السلام، ومنشارك بكل أنشطة يعني بهدف خدمة الإمام الحسين عليه السلام. بس هون صار شعور مختلف لما جينا على كربلاء، هون صار في كله كان نظري. فلما جينا على كربلاء وفتنا بهذه الطريق المقدسة والأرض المقدسة، تغيرت مشاعري كليا. يعني أكيد بعد في إشياء كتير إحنا ما عرفناها عن سيرة الإمام الحسين وعن حادثة كربلاء، بس ولكن لما صرنا نفوت على المقامات ونشاهد هذه المطارح المقدسة، وكمان الحمد لله رب العالمين إنه في أجواء روحانية كتير قوية بالحملة، فهون بتأدي كمان، لأنه هذه الأشياء التساؤلات اللي جواتنا، إنه وين تل الزينبي، وين المخيم أهل البيت عليه السلام، مقام الإمام الحسين، وين استشهد أبو الفضل العباس عليه السلام. هون صرنا كنا عم نسمع، صرنا هون عم نشاهد. تغيرت هون جواتنا كل المشاعر، تعبأت روحنا بهذه الأحاسيس الحلوة. يعني لما أنا جيت على كربلاء تغيرت كليا، غير ما لما أنه قبل ما أجي لهون. يعني عندما المسؤول عن الحملة يوصف لكم أنه هذا مقام الإمام الحسين أكيد. وهنا قتل الإمام وهنا المخيم، وهذه التفاصيل أكيد. جسدت لكم الواقع بما كانت، يعني عندما هو يشرح وأنتم موجودين على نفس المكان اللي صارت بهذه الحادثة. نحن كنا يعني مجرد حتى قبل ما ننطلق بالحملة، قبل ما نجي، يعني من خلال ما فتنا ضغري بأجواء الحملة، من خلال الجروب بلشت، عقدنا لنية للزيارة، اغتسلنا، يعني بلشت تحضيرات من قبل ما نجي على كربلاء. الحمد لله رب العالمين، حتى يعني هذا بفضل حب الحسين عليه السلام، نحن حاضرين لهذا الشيء. يعني إن شاء الله بإذن الله مؤهلين لهذه الزيارة، وإن شاء الله نكون كمان أنه الإمام الحسين عليه السلام راضي عننا. نعم إن شاء الله، إن شاء الله العودة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. إحنا مؤمنين بقضية أنه الإمام الحسين عليه السلام هو يدعو كل زائر لزيارته، ويدعو المحبين لزيارته والموالين أيضا. لكن كيف كان التحضير لزيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ تفاصيل خاصة بهذه التحضيرات، قبل كم يوم عقدت العزم على زيارة الإمام الحسين، هذه التفاصيل لابد اليوم المشاهد يسأل على هذه التفاصيل الخاصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. أولا مثل ما تفضلت أنه الإمام الحسين عليه السلام هو أنه مثلا نحن بنسمع أنه بقول الحسين عليه السلام دعاني، بس يمكن أنا عندي عقيدة تانية أنه الحسين عليه السلام هو كريم، بحب كل الناس، نعم، وتفضل على كل الناس، على الطير وعلى الإنسان وعلى على الجميع. يعني مش حيدخل على أي إنسان أنه تمنى أو حلم بهالزيارة أنه يقول له لا. وحتى كمان حتى قضاء الحوائج أنه بقوله مثلا الحسين قضى لي أو مقضى الحسين عليه السلام كريم. يعني حتى شعوري أنا ببيتي، أنا بمطرحي، الحسين عليه السلام مش ناطر مني لأجي وأقفله على المقام أو الضريح، تمسك بالضريح وشدد عليه. بمجرد هذا الإخلاص وهذه الطهارة عند الإنسان، الحسين عليه السلام بيسمع وبيشوف. فبخصوص أنه سألتني أنه كيف التحضيرات وهيك، هلأ أنا كان مر علي سنين بعد لأني مش جاي على كربلاء، وعلى تشرفت بهذه الزيارة، بس كنت أنه أتمنى وأحلم وقول أنه ما بعرف ليش عم يتأخر عني هذا الموضوع أو شيء. هلأ كان في عندي مسؤوليات وكان في عندي يعني أمانة، يمكن
بلشت مرحلة إنه بلشت حس إنه أنا شوي صرت قدراني إنه أطلع من هذا الجو، إنه الله سبحانه وتعالى خفف عني هذا شوي هذا الشيء. فتنا بمرحلة كنا إنه نحن بنهتم بكتابة اللطميات وهيك، هذا الشيء كان مأثر علي كتير على مدى 4 أشهر. أنا عم ضلني أسمع عن الحسين عليه السلام، حسين 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 كل الوقت، يعني حس إنه أنا يعني خلاص في شيء جواتي طفح ما عادش في يتحمل. وفجأة يعني أنا الله سبحانه وتعالى بشرني إنه في زيارة، إنه بدي أجي زور. فهون فهمت الرسالة من الإمام الحسين عليه السلام، إنه مثل ما تفضلت صحيح إنه أنت كنت عم تهتم وعم تكتب وعم تتابع هذا الموضوع، والحسين عليه السلام ما نساكي، الإمام الحسين عليه السلام كمان عم بكافئك. يعني أنا اعتبرت هذه مكافأة من الإمام الحسين عليه السلام. وطبعا الله بيشهد إنه مدى سعادة سروري، يعني نحن بنعبر إنه السرور هذا الحزن كلياته اللي جواتنا تجاه الحسين بنعبره هذا إدخال السرور على قلوبنا، وإن شاء الله إدخال السرور على السيدة الزهراء عليه السلام إن شاء الله. بالحقيقة هو كل عمل خالص الإمام الحسين عليه السلام بشتى المجالات، يعني إن كان عملنا إحنا كإعلاميين أو عملكم كمحبين للإمام الحسين عليه السلام في مجال معين في اختصاص معين، كله هو إن شاء الله موجود بسجل الإمام الحسين عليه السلام. أكيد كل خطوة خالصة للإمام الحسين عليه السلام فهي فقه إنه هي مسجلة بضريح المولى أبي عبد الله الحسين. اليوم بلبنان المشاهد يسأل بعض الدول اللي كانت معي استضافة لهم بهذا البرنامج سواء على السعودية، الكويت، لبنان، عمان، يعني لهم طقوس خاصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأحياء لهذا الشعار الحسينية بدولتهم. يعني لو توصفي لي بعض الشيء زيارة الإمام الحسين عليه السلام بيوم العاشر ويوم الأربعينية، لكن راح نتكلم على هذا الموضوع بعد هذا الفاصل يا أم حسين. سادتي الكرام إن شاء الله فاصل، وبعد هذا الفاصل راح نستأنف كلامنا مع الحاجة أم حسين. رجعنا لكم مشاهدين الكرام من هذا الفاصل لحضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس. توافد أعداد زائرين زيارة المولى أكيد يعطينا شعور جميل وبنفس الوقت حزين لزيارة المولى الحسين عليه السلام. أم حسين، نستأنف كلامنا قبل الفاصل، طرقنا على موضوع زيارة الإمام الحسين عليه السلام بلبنان أثناء زيارة العاشر من المحرم وزيارة الأربعينية. كيف تقيمون العزاء؟ كيف تقيمون هذه التفاصيل الخاصة بالطقوس الحسينية، إقامة المجالس، المسيرة الحسينية، كيف تقومون بزرع هذه النواة الصغيرة بداخل هذا المجتمع حتى توسعت وصارت بهذا الكم الهائل من الموالين للإمام الحسين عليه السلام؟ الحمد لله رب العالمين. يعني هو القول اللي نحن بنعرفه أنه كل ما لدينا هو من بركات عاشوراء. كل ما لدينا في حياتنا هو من بركات عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، من صبر السيدة زينب عليه السلام وجهادها. بالنسبة للأجواء الحمد لله رب العالمين على صعيد لبنان أنا بدي أحكي، يعني طبعا يعني ما فينا نقيس ولو شعرة بأنه اللي بيصير هون بكربلاء وبالعراق وبالنجف بالأجواء الروحانية والحضور. بس كمان بإذن الله نحن يعني بنعتبر حالنا بهاي الأيام، كان بيوم العاشر أو بكل يعني أيام محرم وصولا للأربعين، نعتبر حالنا أن نحن هون بكربلاء، نعتبر حالنا أن عند الحسين عليه السلام. مثل ما تفضلت أنه كل خطوة من حياتنا هي أنه إذا فيها إخلاص بكون الحسين عليه السلام راضي وأبنان. فنحن لما بنكون بهذا اليوم نعتبر حالنا أنه نحن هون بكربلاء، نحن عم نزور الإمام الحسين عليه السلام، نحن عم نبايعه باستمرار، نحن ما نتخلى عنه لنحن ولأولادنا ولرجالنا. كلنا فدى الحسين عليه السلام بكل زمان وبكل مكان. ساعة اللي بيطلب إنه الموضوع الأمر إنه نقدم أولادنا نقدم أرواحنا، نحن ما بنبخل بإذن الله. أحسنتم، إن شاء الله موفقين لهذه الأعمال إن شاء الله. لكن اليوم كونش كأمرأة أم داخل البيت ترتب عليش كثير من التفاصيل الخاصة بالقضية الحسينية، اليوم على عاتقك المسؤولية الخاصة بتربية الأبناء على القضية الحسينية وعلى هذه المبادئ اللي تركها الإمام الحسين عليه السلام، كيف قدرتي تتعاملين مع هذه القضية ونقلها لأبنائك داخل البيت أو الأولاد الصغار؟ أولا الحمد لله شكر الله أن احنا ربيانين ببيئة
بالبيئة وبين أهل المحبين لأهل البيت عليهم السلام، نحن بيتنا وبيت وأهلهم يعني. نعم. هيدا الشيء اللي يمنى عليه الله سبحانه وتعالى علينا فيه، أنه أهلنا محبين لأهل البيت عليهم السلام، فنحن الحمد لله جايين من بيئة حاضنة هذا الموضوع. فهل الأولاد اللي عنا لما كمان أنجبناهم نحن كمان كنا ربيناهم على حب الحسين عليه السلام منذ الصغر، انه طبعا كانوا مثل ما امتنا كانوا ياخذونا على مجالس العزاء ونصير نفوت من بيت لبيت، يعني يمكن نفس المجلس بس نحن كنا هون نحن اطفال ما نفهم شيء، بس نفهم انه نحن عند الحسين عليه السلام هي الطهاره والبراءه، مبسوطين انه من مجلس لمجلس عم نفوت عم نسمع سيره الامام الحسين عليه السلام. فاولادنا نفس الشيء، فكمان نحن عندنا كل ليالي بيكون في احياءات خلال ايام العشرة ايام المحرم، فاولادنا كمان مؤسسين انه كلياتنا بنحمل حالنا بنروح على المجلس مجالس مركزيه، كل نحن اولادنا بنحضرها بنواظب عليها، في سيره حسينيه كل يوم بيومه. فهذا شيء يعني هذه تنشئه ناشئين عليه الاولاد انه لا يتعرفوا على سيره الامام الحسين عليه السلام ويضلوا متمسكين بهذه العقيده ان شاء الله راسخة جواتهم. ان شاء الله ان شاء الله ثابتين على هذه العقيده الحسينيه. احنا دائما نترك فسحه من الوقت لكل ضيف يكون برنامج كربلاء محط الحال حتى يتوجه بطلب للامام الحسين، خصوصا احنا قريبين على حضرته المقدسه، فشنو تحبين تطلبين من الامام الحسين؟ اطلب من الامام الحسين السلام، انا يمكن عم بطلب بيني وبينه اولا انه ان شاء الله الله يمن علي انه استمر بخدمته عليه السلام، لانه هذا الشرف الاعظم اللي انا يعني فعلا لمست هالشعور الجميل لما بكون إنسان ماشي بخدمة الإمام الحسين وعم بحس إن الحسين رضيان بإذن الله إن شاء الله. طبعا وصولا لرضا الإمام الحسين، وصولا لرضا السيدة الزهراء عليه السلام ترضى عننا بهذا الشيء، نحن ما بنطلب شيء دنيوي، لا مراكز ولا شهرة ولا شيء، هو بس رضا السيدة الزهراء عليه السلام أنه نحن لما بنحب ابنه ونحن من دافع عنه مثل ما قلت لك أنه بكل شيء إن شاء الله نقدر نقدمه تجاه الحسين عليه السلام لما ندخل. إن شاء الله إن شاء الله مستمرين على هذه الخدمة، وإن شاء الله تكونوا موفقين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في هذا العام والعام القادم إن شاء الله. هذه أجمل دعوة، الله يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله العودة لزيارة الإمام الحسين. إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لتواجد برنامج كربلاء محط الحال. سادتي الكرام، تقبلوا تحياتي أنا جاسم الميم بالإعداد والتقديم، وتحيات زملائي كادر برنامج كربلاء محط الرحال، وأيضا شكر موصول لفندق قصر الدرة لاستضافتي لهذا البرنامج. نلقاكم إن شاء الله بحلقات أخرى، إلى ذلك الوقت تكونوا بخير، مع السلامة.